السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو من داخل بندا وعروض مميزة جدا بمناسبة رمضان. تابعونا واشتركوا في القناة. نبدأ معاكم النهاردة ان شاء الله عروض بندا، عروض مميزة جدا وكويسة وحلوة. عندنا عرض على في كيك قوس القزح دي، دي نوع جديد من 31.95 هلل، 31.95 هلل، اسمها قوس القزح، على هيئة قوس قزح يعني. في كان في عرض على كيك الغابة السوداء مستمر لمدة أسبوع بس وخلص النهاردة. في كيك الفراولة، فواكه مشكلة يعني. في عرض هنا برضو على 7 days، خمسة 95. في اللي هو امريكانا ديت نازلة ب5 ريال بس خلصت. سيفن ديز ب6 ريال بانواعها المختلفة. في على المكسرات زي ما احنا شايفين كده، اعواد الخبز للامراء 250 جرام ب5 ريال 95 هلل. عرض على البسبوسة بجوز الهند، بسبوسة بجوز الهند اللي هي 1 كيلو نازل 29 ريال 95 هللة. عرض على البسكوت المصري، البسكوت المصري الكيلو 17 ريال 95 هللة. اللي احنا شفناه ده عاملين كمية كبيرة منه، اللي هو شابورة الأمراء مش مع بعضينا. بقى هنشوف كده احنا ماشيين اهم العروض المميزة. عندنا في كروسان 7 days 5 ريال 4 ريال 95 هذا. شوف كده في عرض مميز جدا على البصل، في اللي هي جبنة موزاريلا مبشورة 1 كيلو ب20 ريال او 19 ريال 95 هلل. خلصت مفيش مش موجود منها، دي برضو عرض مميز وقوي جدا. عرض البصل اللي هو 95 هللة. عرض على البصل الأحمر، عروض كتير جميلة يا اخوانا. بندا عروض جميلة جدا جدا جدا، شايفين الكميات، كميات كبيرة جدا.
شوف في هنا عرض قوي جدا على مرقة الدجاج ماجي اللي هي 28 حبة، 16% زيادة، 3 حبات 95 و 35 و90 هلل، 2 و1 مديون. في نوع تاني اسمه كنوز نازل الاتنين ب 18، 75 هلل، يعني 1 و1 مجاني. في مكرونة تريفيا 6 ب 9 ريال، 95 هلل. في جودي نازلة 6 ب 14 ريال، 85 هلل. هي الجودي كل الأنواع بتاعتها. في عرض على ورق العنب اللي هو التريفيا الواحد ب 8 ريال، 95 هللة، 960 جرام. في عروض على التونة كتير يعني، نرجع لها تاني. في على الصلصة، الصلصة السعودية 10 ريال، 95 هللة. الواحة معجون طماطم الواحة 7 ريال، 95 هللة. رنا، صلصة رنا والناس كتير واخدة منها، 1 زائد 1، 9 ريال، 95 هللة. دي رنا اللي هي دي، ناس كتير واخدة منها. التونة بقى في عروض على التونة كتير، في ألوهات الخضرة 3، 9 ريال، 95 هللة اللي هي ديت. في تريفيا 6 ب 16 ريال، 95 هللة، عرض قوي جدا. في ألوهات اللي هي الزرقاء دي لو خدت 6 ب 19 ريال، 95 هللة، لو خدت 3 تاخدهم ب 12 ريال. برضو اللي حضرتك كاليفورنيا برضو دي نفس العرض كده، 19 ريال، 95 هللة، 6 حبات، والتلاتة ب 11 ريال، 95 هللة. دي أهم عروض التونة. في ريم 4 ب 9 ريال، 95 هللة. المواسم 4 ب 9 ريال، 95 هللة. التونة عليها عروض جميلة جدا وكويسة زي ما احنا شايفين. افضلهم طبعا اللي هو الوهات اللي هي 185 جرام، دي افضلهم. في عروض على ايه تاني؟ في احنا بنشوف العروض المميزة، العروض المميزة والاصل اللي هي اسعارها بتلفت النظر يعني. شوف الزيت كميات كبيرة جدا، اول حاجة زيت هالة 3 1.5 ب 29، 95 هلل زيت هالة. ده زيت هالة دوار شمس، ده أفضل سعر موجود، هو وزيت النخيل، هو زيت النخيل. يا الله، في طحينة الكسيح الذهبي 450 جرام، نازل 1 زائد 1، 19 ريال، 95 هللة، 19 ريال، 95 هللة.
من افضل الانواع. في طحينة باندا نازلة 500 جرام ب9.95 ريال. أرز اللي هو أرز أبو بنت أو بنت 5 كيلو نازل 19.95 ريال هلل. ده هو ده أبو بنت، ده أفضل سعر موجود. الأسعار التانية كلها زايدة، اللي هو الأهرامات 29، وايت سوان 30، سوان وايت 35. يعني أفضل سعر اللي هو أبو بنت ده 20 ريال. في المراعي سمن المراعي 800 جرام نازل 33.95 هللة بدلا من 42، كانت نازلة في الدانوب الأسبوع اللي فات ب26 ريال. أفضل سعر موجود هنا زيت زيتون الراقي 1 لتر 19.95 ريال هذا اللي هو الراقي، زيت زيتون الراقي. في بيتوتي زيت زيتون بيتوتي 2 لتر نازل ب34.95 ريال هذا بيتوتي نازل في الدانوب نازل ب32. دي أفضل الأسعار الموجودة في زيت الزيتون. بالنسبة للأرز، في السفير أرز السفير نازل 3 ب74.95 هللة، يعني الواحد ب25 ريال، وده افضل سعر في السوق. في ايه تاني؟ في كان في نوع تاني الشعلان، ايوه الشعلان ده مميز جدا وحلو جدا، نازل 5 كيلو ب26 ريال 95 هلله. الشعلان رز بسمتي مميز جدا وسعره حلو جدا. في حاجات كتير جدا موجودة، والمنتجات زي ما احنا شايفين كميات كبيرة جدا. في عرض على السكر نازل، هنشوف عرض السكر. شوف عرض السكر، الحاجات كلها دي بتاعت رمضان. عرض الشاي القوي، عروض الشاي القوية، ليبتون نازل ب9 ريال او 8 ريال 95 هللة اللي هو ليبتون الاحمر. ليبتون اللي هو 100 كيس نازل ب10 ريال 95 هللة وخلص، هيجي تاني بكرة اكيد. يعني ده بالنسبة لل، في عرض قوي جدا على الدقيق 4 2 زائد 2 مجاني اللي هو البيكر نازل ب9 ريال و90 هللة. كميات كبيرة طاقة خالصة منه. في النشا الذرة 2 زائد 1 ب9 ريال، طبعا دي من الحاجات اللي هي خاصة برمضان. يعني في برضه عرض للناس اللي عايزة زبدة فول سوداني اللي هي الصغيرة اللي هي 340 جرام نازلة ب7 ريال 95 هللة. 7 ريال 95 هللة زي ما احنا شايفين كده. كريمة البندق اللي هي خاصة بباندا والناس كتيرة بتحبها نازلة 1 زائد 1 ب15 ريال 95 هللة. 15 ريال 95 هللة مميزة جدا، يعني زي النيوتيلا كده، وفي ناس بتحبها جدا. في عسل المراعي 250 جرام 16 ريال 95 هللة. النص
ب 26 95 هذا اللي هو 500 جرام، الكيلو ب 46 95 هذا. عسل المراعي من العسل اللي هو طبعا مميز جدا في السوق يعني. في سكر الأسرة اللي هو 10 كيلو نازل ب 19 ريال 95 هلا. سكر الأسرة 10 كيلو نازل ب 19 ريال 95 هلا. لا زي ما احنا شايفين كميات كبيرة خلصت بسعر مميز جدا، ومن فترة كبيرة ما نزلش بالسعر ده. سعر مميز جدا. ايه بالنسبة للحليب، اقوى عرض نازل في الحليب، الحليب ده حلو جدا وسعره مميز جدا. حليب فريشكو 2.25 نازل ب 29.95 اللي هو حليب فريشكو 2.25. ده بالنسبة للسعر المميز في الحليب المجفف. بالنسبة للحليب عندك حليب المراعي نازل ب 40 ريال، حليب نادك بقى نازل سعره مميز جدا، نادك 35 أو 34 95 هللة اللي هو نادك 12 لتر 12 لتر حليب نادك 34 95 هللة. الأسبوع اللي فات كان نازل السعودية، كان نازل حليب السعودية الأسبوع اللي فات، الأسبوع ده نادك. ده بالنسبة للحليب. في حليب اسمه حليب الربيع 8 لتر نازل ب 20 ريال 95 هللة. حليب الربيع زي ما احنا شايفين 8 حبات نازلين ب 21 ريال، في ناس واخدة منه كتير. هو حليب الربيع. في المراعي، المراعي نازل 39.95 هذا المراعي. في عرض على ايه تاني؟ في عرض على الكولا، الفانتا، في عرض على مية نسلة اللي هي 600 جرام نازلة ب 2.95 هذا نسلة. عارفين نسلة طبعا من أشهر أنواع المية اللي موجودة في السوق. في السبرايت نازل ب 8 ريال اللي هو 2.25 ملي 2 لتر 25 ملي سبرايت. برضو الفانتا، الفانتا نازلة ب 8 ريال برضو، بتتباع في البقلب بكام؟ ب 9 ريال. الأسبوع اللي فات كانت نازلة 8.5. في ايه تاني مشفناهوش؟ احنا شفنا يعني معظم الحاجات المهمة اللي نازلة. احنا شايفين الكولا، الكولا نازل الاتنين كمية كبيرة اهي، الاتنين ب 13 ريال او 12 ريال 95 هذا. الكولا والسبرايت والفانتا بس دي 2 لتر و20. الكنز 53.5 ريال، الكنز سيفن مريندا بيبسي كله نازل 53.5، سعر مميز. الكولا، الكولا نازلة 49.95 هلا. الكولا، الكولا اللي هي الكنز 24 حبة ب 325 ملي 49.95 هلا.
عروض مميزة وجميلة. ننصح الناس إن هي تيجي بندا وتتسوق، وأسعار جميلة عشان خاطر رمضان. السكر فيه كمية كبيرة موجودة، سكر 10 كيلو 19.95 ريال، كميات كبيرة من الأرز زي ما احنا شايفين، استعدادا لشهر الخير شهر رمضان. ان شاء الله والاسبوع اللي جاي كمان هتكون في اسعار ارخص من الاسعار دي. احنا زي ما احنا متعودين كل سنة، كل ما رمضان يقرب كل ما الاسعار تنزل شوية. في عرض على الملح اللي محتاج ملح، 3 حبات 4.5 ريال. كده احنا شفنا اهم الحاجات اللي نازلة عروض، عشان خاطر ما نطولش في الفيديو، الفيديو يكون طويل ولا حاجة. احنا هنكتفي بالاهم الحاجات اللي احنا شفناها دي، ولو في اي حاجة تاني هنصور لها فيديو تاني. دي حاجات مهمة برضو نازلة، ونشوف لو في لسه باقي شوية في الفيديو نكمل الحاجات اللي هي الخاصة برمضان. كويكر نص كيلو نازل ب6.95 ريال. يعرض على الشيبسي والليز واللحوم برضه عليها عروض. عايزين نشوف الشيبسي والليز قبل ما يفصل الفيديو. زي ما احنا شايفين الشيبسي، شايفين الشيبسي هو الليز، يعني الليز الماكس والليز بكل انواعه نازل ب3 13.90 ريال. 13.90 ريال ماكس كل انواع الليز، الناس واخده منه كميات كبيره جدا. 13 ريال.